أهلاً وأسعد الله يومكم متابعينا بكل خير، وحياكم الله في غرينتش. كثير نسمع عن توقيت غرينتش، لكن هل تعرفون أن غرينتش هي منطقة جميلة جداً وتقع في جنوب شرق لندن؟ وأيضاً فيها خط غرينتش الشهير اللي يفصل بين الشرق والغرب. غرينتش تقع على المنحنى الشهير في نهر التايمز، ومعظم اللي يزورون لندن يعتقدون أن أكبر وأجمل حديقة فيها هي الهايت بارك، ولكن في الحقيقة لندن تكثر فيها الحدائق الواسعة والجميلة واللي فيها أنشطة متعددة، ومنهم الحديقة اللي إحنا فيها، حديقة غرينتش. وهذا تمثال جيمس وولف اللي كان ضابط بالجيش البريطاني، اشتهر بإصلاحات التدريبية اللي كانت سبب رئيسي الفوز على الفرنسيين في معركة سهول إبراهيم، وهذا كان سنة 1759. وهذه أحد الممرات الجميلة في حديقة غرينتش، غير القهاوي المنتشرة في كل مكان وأيضاً المناظر الجميلة والخلابة. وهذه هي البحيرة الموجودة في حديقة غرينتش، أكثر مكان راح يحبون الأطفال مع عوائلهم علشان يستمتعون بالوقت الجميل بالقارب. ومن وسط هذه البحيرة الجميلة أحييكم، وطبعاً راكبة البوت الجميلة اللي يتسع لأربع أشخاص وفي غيرها تتسع لشخصين. ما راح أوصف لكم قديش الأطفال مستمتعين بهذه الأجواء، أنا متأكدة كل شخص راح يزور هذه البحيرة في حديقة غرينتش راح يستمتع. وهذا هو ممر العشاق في حديقة غرينتش، وطبعاً كل الأحبة 2-2 بس ما بأزأزوش لب. وهذه النافورة التاريخية انبنت عام 1860، أطلق عليها اسم نافورة العشاق لأنها واقعة بجانب ممشى العشاق. من زمان كانت حديقة غرينتش مكان لصيد الغزلان البرية، وبعد ما منعوا الصيد كانت هذه الغزلان تتجول في سائر أنحاء الحديقة. في عام 2002 تم عزلها في نفس حديقة غرينتش لحمايتها وحماية زوار الحديقة. وداخل حديقة غرينتش راح تلقون حديقة ثانية اسمها حديقة الورود، راح تشوفون في شيء عمركم ما شفتوه، أغرب أنواع الورود. نكون وصلنا معاكم للختام، أتمنى تكونون استمتعتوا معانا اليوم في جولتنا.